من تونس تنضم إلينا مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، تساؤلات كثيرة الآن حول هذه الحكومة التي ينوي تشكيلها الفخفاخ، ما الذي ستختلف عنه هذه الحكومة عن حكومة الحبيب الجملي؟ هل ستواجه نفس العقبات؟ نعم، يبدو أن هذه الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ لن تجد نفس الصعوبات التي وجدتها حكومة الجملي والتي لم تستطع أن تنال ثقة البرلمان التونسي، وذلك لعدة أسباب. أهمها أن إلياس الفخفاخ كشخصية سياسية وكمرشح قدمته عدة أحزاب يجد دعم كبير من هذه الأحزاب، أبرزها طبعا تحيا تونس وأيضا حزب التكتل وأحزاب أخرى عديدة تدعم يعني حكومة ما يسمى بحكومة الرئيس، حتى أن أحزاب عديدة من بينها حركة الشعب مثلا دعت إلى وجود حكومة الرئيس. إذن ستذهب حكومة الرئيس بترأس إلياس الفخفاخ إلى البرلمان بنوع من الطمأنينة للحصول على ثقة البرلمان، أعتقد بأكثر من 109 صوت، وهو يعني العدد الذي يحتاجه أو تحتاجه أي حكومة للمرور وأن تصبح فعلية على أرض الواقع. اليوم في تونس انطلقت مشاورات تشكيل حكومة الرئيس، انطلق إلياس الفخفاخ في عقد مجموعة من اللقاءات سواء مع أحزاب سياسية أو كفاءات من التكنوقراط حتى يتمكن من الإعلان على هذه التركيبة الحكومية. بعض التسريبات تشير إلى أن حكومة الرئيس لن تكون بعدد كبير من المقاعد ومن يعني الحقائب الوزارية، بل ستكون محدودة على مستوى الحقائب الوزارية بحسب تصريح إلياس الفخفاخ. الدستور التونسي يمنح مهلة شهر واحد غير قابل للتجديد. نعم. لإلياس الفخفاخ هذا الرئيس الجديد للحكومة التونسية حتى يعلن على هذه التركيبة، ومن ثم طبعا يذهب للبرلمان لنيل الثقة حتى تصبح حكومة فعلية على أرض الواقع. أيضا هناك نعم. سبب آخر، هناك من يعتبر أن البرلمان سيصوت لفائدة هذه الحكومة، لأن الدستور ينص على أنه إذا لم تتمكن هذه الحكومة أي حكومة الرئيس من نيل ثقة البرلمان فإن البرلمان يحل ويجد التونسيين والأحزاب أنفسها أمام انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا طبعا يثير مخاوف الأحزاب والكتل البرلمانية. نعم، نجلاء بوخريس مراسلة الغد كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.